امبارح احنا فتحنا موضوع جزيرة الوراق، وعرضنا لحضراتكم يعني كلام المسؤولين عن المشروع وكلام عن اللي شغالين في مشروع تطوير جزيرة الوراق، ومعظم اللي شغالين من الجزيرة، وبعض الأسر اللي انتقلت من الوراق وراحت عاشت في أماكن تانية، وعرضنا أسرتين من الأسر اللي عايشة في حدائق أكتوبر الآن. عندي أسرة ثالثة هعرض حضراتكم الفيديو ده، ما عرضناهوش امبارح، ده فيديو جديد معانا لأسرة خرجت من الوراق، من جزيرة الوراق، وراحت عاشت في حدائق أكتوبر. عايز حضراتكم تركزوا في المسألة، لأنه كلام الأهالي اللي هم أصحاب الحق الأصيل في الحديث عن الموضوع، في كلامهم هتستشف مصر بتعمل إيه، وهتعرف هو التطوير ليه بيتم، وهل الناس محتاجينه فعلا ولا لا. خليني أجاوب على الأسئلة دي بس بعد ما تشوفوا حضراتكم هذا الفيديو اللي يعني أعده زميلنا محمد إبراهيم، كان معانا امبارح وصوره زميلنا محمد إبراهيم المصور، أسرة تتحدث بعد خروجها من جزيرة الوراق في إطار مشروع التطوير. سمعونا يا شباب. أنا رمضان محمد، محمد يوسف. تمام. كنت من سكان الجزيرة. تمام. كان ليا بيت دورين هناك. تمام. وطبعا بيت ملك. طبعا. عايش في بلد كم سنة؟ حوالي 13 سنة. 13 سنة مقيم هناك. مقيم هناك. تمام. طبعا هي حتة المعدية وقلة الخدمات دي كانت عاملة مشكلة كبيرة بالنسبة لك؟ بالنسبة لي يعني إلى حد ما، بالنسبة لأولادي بنسبة 100%، انما بالنسبه لي يعني كان بنسبه 50%. انت بتعرف تتصرف؟ ان انا بعرف اتصرف وبعرف اتحرك. تمام. انما كان ولادي طبعا مدارس بقى، واخرج من المعديه وخش المعديه. كان بيجي وقت ايه؟ الحياه مش امنه. لا لا لا، وطبعا يعني كنا كان بيجي علينا وقت طبعا المعديه بتقفل. ما كناش بنعرف، ما كناش بنعرف مثلا نجيب اي حاجه ناكلها نشربها نخرج نطلع، يعني كنا. حضرتك اول ما سمعت عن انه الدوله نازله تطور جزيره الوراق، كان رد فعلك وايه اللي حصل معاك من اجراءات؟ اتصرفت ازاي؟ وعايزين بس فكره انه طول الوقت يعني في، انت عارف حضرتك مصدره انه الدوله بتهجر الناس وبتمشي الناس بالعكس. لا لا لا، ما فيش تهجير طبعا خالص، انا بعت بمحضر ارادتي، ما حدش اجبرني على حاجه خالص. لا يعني هم فتحوا البيع، اللي عايز اللي حابب ان هو يبيع، وانا رحت قدمت ورقي وما فيش اي مشكله خالص. تمام. واتعاملوا معايا عادي يعني، ما حدش اجبرني على اي شيء. اخترت السكن بقى انت حضرتك برضه عرضوا عليك؟ وجيت عرضوا عليا قالوا لي في احنا منزلين شقق بديله لو انت حابب تستفيد بالشقه دي. لو انت حابب يعني لو انت حابب يعني. فقدمت بصراحه الاستماره وما خدتش وقت. ما خدتش وقت والله، دي حقيقه والله. ما خدتش وقت. جيت على طول، لان هو مش اسكان يعني مش قرعه. ده هو بيقول لك انت لا يعني انت خصص لك وحدات بديله. خصصوا لنا بصراحه ربنا وحدات بديله. جيت حضرتك شفتها قبل ما تمضي على اي حاجه؟ جيت شفت المكان لا انا ما جيتش شفت المكان، ولكن يعني هو الموضوع يعني جه سريع. يعني الموضوع جه سريع، استاذ احمد اتصل عليا في الجهاز. قال لي تخصص لك الشقه، وجينا حضرنا القرعه في الجهاز. القرعه كانت على دور اول ولا دور ثاني؟ تختار برضه برغبتك؟ لا بالرغبه يعني، على البرج الكامل من الاول للخامس. تمام. لا ده هي قرعه، فما حدش ليه فيها التخصيص بتاع يعني حضرتك في الدور الخامس، في حد في الدور الثالث، في حد. ايوه مظبوط. مظبوط. فيها قرعه؟ كل البرج بصراحه ربنا عمل فيها قرعه علشان ما يبقاش فيها القرعه. القرعه كانت على البرج باكمله، ما كانش ما كانش اول وخامس. لان احنا في لنا جيران في الثاني وفي الثالث وفي الرابع من الجزيره. من الجزيره. مقيمين هنا، العمارات اللي هم جنب بعض، هم في العماره اللي معانا. تمام جدا. التجربه انت شايف هناك افضل ولا هنا افضل بالنسبه لك انت كاسره؟ ما تتكلمش عن حاجه. والله حضرتك كونك انك انت تكون بره الجزيره وتقدر تتحرك، دي في حد ذاتها حاجه كبيره. تمام. اقدر ان انا اروح مستشفى، اقدر ان انا اروح ازور حد، اقعد براحتي، اجي براحتي، يتفسحوا في متنفس، في مدارس جنبهم، في لا جوه، لا مفيش حياه هنا. لا هنا برضو يعني احنا يعني هي لسه برضو يعني مش يعني ما تعتبرش هنا برضو ايه
كامله شويه، لسه لان مش لسه واخدها في حاجات لسه تحت الانشاء. طبيعي انه يكون في مناطق جديده لسه علشان بتكمل الحاجات دي كلها. فان شاء الله تبقى في الافضل يعني، مفيش حاجه بتفضل اكيد على انت حل. اخترت برغبتك وشايف ان دي مستقبلا افضل لولادك. لا، هي حدائق اكتوبر بالنسبه لي كويسه لما في يعني. رسالة معينة حابب تقولها، في حاجة معينة حابب تقولها، والله انا يعني بالنسبة لك حابب تعرضها؟ لا والله يعني، اصل اقول لحضرتك على حاجه، انا يعني بالنسبه ل انا اول ما استلمت الشقه دي كانت بالنسبه لي فرصه، وعرضتها على زمايلي في الجزيره، عرفتهم ان الجهاز بيدي شقه بديل ومفروشه، دي كانت بالنسبه لي. وفي ناس كتير جم قدموا بصراحه، ولغايه النهارده بعرفهم شغالين يعني، بقابل حد من الجزيره بنقل الصوره بصراحه ربنا بتاعت الجهاز، لان انا استلمت شقه واستلمت عفش وبدفع القسط يعني. انا دفعت جزء من ثمن الشقه، والباقي باقي ثمن الشقه بدون فايده على 3 سنين، دي حاجه كويسه. بكام؟ الشقه ب 250. 250 الف على 3 سنين. دفعت جزء من المبلغ اللي عليا والباقي على 3 سنين بدون فايده، فدي حاجه مش وحشه يعني. وبتاخد شقه مفروشه، فاهم؟ ما اظنش يعني ان اي حد مش هيقبل حاجه زي كده. تمام جدا، حاجه كويسه يعني. في حاجه تانيه عايز تقولها؟ ربنا يوفقكم ربنا، وان شاء الله في تقدم، الله يبارك لك. ليه عملنا ده وليه بنلح عليه؟ لانه انا شايف انه الطرف الاصيل في الحديث عما يحدث في جزيره الوراق او غيرها من الاماكن اللي مصر كدوله بتقوم بتطويرها هم الاهالي، هم الناس. تم تصوير المسألة في الوراق، ولأنه دي نموذج يا جماعة مهم والله جدا، نموذج مهم جدا، لأنه بيكشف لك هي الخناقة على إيه، المشكلة مع مصر على إيه، الناس اللي هم بيكيدوا للبلد دي ليل ونهار وبياخدوا من حاجة زي اللي حاصل في الوراق وسيلة أو أداة عشان يهيج على البلد. ناس شافت بعض صور وفيديوهات وكلام بعض يعني منصات إعلامية كثيرة جدا، والله يعني الناس كانت متخيلة انه في حرب في الوراق زي مثلا كده في فلسطين، وهدم بيوت على دماغ اصحابها وتهجير الناس يعني يطلعوا بالعافية، اللي هو الضمير المصري الوطني اصلا انه لا يتخيل ان ده ممكن يحصل في مصر. ده رقم واحد. رقم اتنين، انه الدولة وهي بتشتغل، ناس كتيرة جدا حتى يقول لك ان في حاجات كتيرة بتتغير وانه في معالم كتيرة جدا بتتغير. انا عايز اقول لحضراتكم على حاجة، الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي كان صادقا وواضحا مع الناس، لانه هو كان بيقول طول الوقت ان فلسفته هي تغيير وجه الحياة في مصر، تغيير وجه الحياة في مصر. السؤال، هل التغيير يحدث للأفضل ولا ما يحدث؟ هو ده الحوار. لكن فكرة مقاومة التغيير نفسه دي حاجة تخاصم منطق الحياة، الحياة لازم تتغير. فهنا هنا النقاش أو الحوار مع الدولة اللي أنا أتناقش مع الدولة فيه أو حضرتك تتناقش مع الدولة فيه، إن أنا أسأل وإنت تسأل، هل التغيير اللي بيحصل ده تغيير للأفضل ولا مش للأفضل؟ هل التغيير ده لمصلحة الناس ولا مش لمصلحة الناس؟ إذا كان التغيير للأفضل ولمصلحة الناس، أهو ده ثبت الصورة دي كده أهي. ده مثلا نموذج، أنت بتتكلم على 4000 وحدة هتعملها الحكومة في جزيرة الوراق لأهالي الوراق الراغبين إن هم يظلوا ما يمشوش، لأنه أنت في جه التطوير إيه؟ هاخد الأرض وهاخد البيوت، حضرتك هتبيع. طيب في ناس قالوا ان احنا هناخد الفلوس ونطلع نعيش بره، زي الاسره اللي حضراتكم شفتوها والاسر بتاعه امبارح اللي احنا هنروح نعيش بره الوراق. هم شافوا قالوا احنا ما كناش عايشين. يقول لك شوف الخطر، المعديات على الولاد، وانه المعديه تقفل في وقت معين، هو ممكن لا الاقي اكل ولا شرب ولا بتاع، فيش هناك خدمات، ما فيش هناك عيشه. طب انت عندك ده نموذج لوحده للي هيرجع تاني، يعني للي هو راغب في البقاء هيبقى موجود في ده. ما تيجي تقارن بين اللي حاصل الوقت واللي كان حاصل، هتلاقي تغيير انا شايفه الافضل. حضرتك شايفه بقى مش للافضل، دي مشكلة.
اللي يفصل مين؟ هم الاهالي. فبعض الناس مشوا وبعض الناس هيرجعوا لهذه الوحدات مرة أخرى.